خوخه. ايوه يا استاذ، انا هخش انام شويه، ما تخليش العيال تصحيني لغايه اما البيج، فاهمه؟ نوم العواف. في حاجه يا كريم؟ لا مفيش، انا هسرق بس الفيديو والبسها فيك انت. يا لهوي، هو انا عملت لك حاجه؟ بهزر معاك يا مخبول، تفضلي كده لحد امتى يعني؟ طب اساعدك في حاجه؟ لا خليكي زي ما انت، انا هاخد الفيديو ده هوصله في التلفزيون عندي. بقولك ايه، انا هنام، اوعي تفتحي عليا الباب ولا تصحيني. انت مش قلت هتتفرج على التلفزيون؟ هتفرج وانا نايم، اسكتي انت بس وما تفتحيش عليا الباب، ماشي؟ ايه بقى الكلام ده؟ انت هترقد ولا هتتفرج على التلفزيون؟ شش، مالكيش دعوه انت، انا هتفرج وانا نايم، المهم انت اوعي تفتحي عليا الباب، فاهمه؟ انت بتفرج كويس. صباح الخير، ازيك يا عم ايمن؟ اهلا، ازيك يا عم كيمو، متاخر عليا ليه؟ معلش بقى يا عم ايمن، ما هو الشريك كان حلو قوي بصراحه، قلت مش هينفع اسيبه ولا اشوفه تاني. ماشي يا سيدي. يا لهوي، كل دي افلام؟ مين دي؟ دي واحده جديده بتشتغل عندنا، فانا قلت اجيبها معانا عشان لو انا مش فاضي تبقى هي تيجي تودي الشريط. ودي هتعرف تجيبه وتودي الشرايط؟ اللي بيبقوا بهايم يا عم. عيب عليك، ما تقلقش. المهم بس قول لي اخبار الشرايط ام خمسه ايه؟ بقت بستة يا صاحبي. ليه يا عم أيمن كده؟ ما كانت من شهر بأربعة بس. يا عم أنا بجيبهم بصعوبة، وبعدين الطلب عليهم كتير، وبعدين يعني فتح معايا كده عشان نعلمها. شريط أبو ستة بستة، ولا إيه؟ ماشي يا عم. خد بقى ده شريط مني ليك، لسه نازل حالا، تمام؟ محدش شافه غير اتنين بس. لسه نازل؟ هات كده، هو بخمسة بس حبيبي. ماشي يا سيدي. بتعملي ايه يا بت؟ ايه ده؟ انت عملت ايه في الشريط؟ والله ما عملت حاجه. انت ازاي تفتحي الشريط كده؟ انت عارف لو كان حصل له حاجه كنت سودت عيشتك. والله ما اقصد. والله معلش يا عم ايمن، حصل خير. ينفع كده كريم؟ معلش مش قصدها، معلش بقى ما تعمليش كده تاني يا اخوخه، ماشي؟ والله خلاص، حقك عليا يا اخوي، حقك عليا. خلاص بقى يا عم ايمن، مش عايز اي حاجه؟ انت ريح. حصل خير يا سيدي. ماشي يا عم ايمن، يلا يا اخوخه، يلا بينا. ماشي. جاتكم القرف بهايم.